ايه فؤاد ليك حبيبي، انا بكره الافتتاح، ما في بقى اتاخر باللوجو، انا المحل تبعي بكره بدي افتتحه. حلاوي هاي، اهلا رولا، اهلا، لحظه عن جد بشرفك خلصتيها، لانه ما في بقى اتاخر اكثر من هيك، بشرفك هيدي اللوجو تكون جاهزه والارمه كلها، الله يخليك. ايه يلا باي، مشغول هلا، ما تاخر علي اليوم، اليوم باي. ولك بونجور. بونجور، كيفك؟ تمام ماشي الحال؟ تمام ماشي الحال. شو عم تعمل هون؟ والله ما انا هون اخذت هلا مثل محل فريريج فتحته، ساندويشات شغاله رايحه جاي. بهيدي وين هي الزروبي؟ هي على الاخر بتزيح شوي على الشمال، في هيك مفرق صغير هونيك، عامل هيك محل كتير مهضوم، بدك تبقى تجرعنا. ولك الله يسامحك. ليه؟ معقول حلاوي؟ معقول حدا بيفتح بيك محل مقطوع ما فيهن عالم؟ لك شو ما فيه عالم؟ هذا المحل ما فيه عالم، بكره شوف اذا ما بقبر الفقر، بكره بشوف. لك حاجه، انا هون وانت هون، اذا بتقبر الفقر انا هون وانت هون، محل فريريج بدي اقبر. لك هون بدي اقبر الفقر، محل فريريج انا كيف بدي اقبر الفقر محل فريريج هون؟ لك انا شو بدي بالعالم؟ المهم عندي زبونات، انا زبونات مأمنين هون. مين هن زبوناتك؟ لك في هون في حد سكن الدرك 500 عنصر. لا زبونات يعني على الحل، عم بقول لك في بيناتهم 100 150 دراج، بتعرف انت دراجين رايحين جايين كذا. يا عين فريريج وما فريريج. شو لك؟ تمام. ايه معلوم. طب الف مبروك، ان شاء الله بتشوف الخير على وجهه. وشو سميته؟ هلا محتار، بس في هلا اسم هلا عم بقول له زلمه يشتغل لي عليه. آه. بدي اسميه فروج الوطن. فروج الوطن؟ ايه فروج. الوطن. ايه يعني مثلا بتعمل الشعار تبعه هيك مثل ارز طالع منه فروج عم يبتسم. طب يلا بكره شي نهار بس بدوق عندك فريريزك. يلا نترك على الافتتاح. اوكي باي، مبروك. باي باي، ميرسي ميرسي. وظفك